السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس؟ اليوم غادي نقدم لكم ان شاء الله مخيمرات بطيبات ديال الخضره. غنقدم لكم المقادير، تابعوا معايا. عندي جوج خيزويات محكوكين، جوج قرعات محكوكين، هانتوما كتشوفوا حكيناهم غلاض شويه باينين. عندنا بصله كبيره او جوج صغار مشلضين، عندنا جوج فلفلات كبار حتى هما مقطعين، جوج فصوص ديال الثومه، عندنا الربيع معدنوس وقزبور، عندنا فلفله حاره حسب الذوق، اللي بغى يديرها يديرها، اللي ما كيبغيش الحار بلاش. عندنا شويه ديال الزيت باش غنشحرو. التوابل عندنا فيها سكنجبير، البزار، القرفه والخرقوم والتحميره والملحه تقريبا حسب الذوق. القرفه كتبقى اختياريه، اللي بغى يديرها يديرها، اللي ما بغاش لكن انا كنصح بها لان كتجيب مذاق زوين. جربوها بهذه الطريقه راه كيجي زوين. والعجينه طبعا العجينه ديال الخبز هي عجنناها ودرناها، خليناها انها تخمر شويه، خليناها ترخى وغطيناها، وان شاء الله غادي نبدا كنشحر في الحشوه، وان شاء الله تبعوا معايا الطريقه. البنات دابا كنديروا الزيت في وسط المقله، كنديروا الشحر، كنديروا البصله هي الاولى، ها بريست الثومه معاها، كنخليها كتشحر هي الاولى شويه، كتلف شويه راسها. ديروا شويه ديال الملحه، هانتو كنشحروا. ديروا الفلفله كتغلي حتى هي شويه، خليوها حتى هي تهبط واحد شويه، عاد بقا نزيدو حاجه بحاجه. دابا البنات ملي كنشحروا البصله والفلفله كنبداو كنديروا في خيزو، غنديروا دابا كلشي ان شاء الله ونخليه كيتشحر مزيان. المهم انا دايره حشوه كثير على حسب الافراد ديال العائله، وانتوما حسب حسب العائله طبعا، تقدروا تنقصوا من المقادير حسب افراد الاسره او افراد العائله. دابا غندير كلشي ونخليهم كيتشحروا مزيان. دابا غادي نزيد الفلفله حاره، اللي بغى طبعا حسب الذوق، والقزبور والمعدنوس غنخليوه غير حتى يتشحر، هادشي عاد كنضيفو. دابا غادا ندير التوابل ديالنا، هانتوما كلشي التوابل ديالنا غنخويهم. ونخليه كيتشحر كتهبط التشحيره مزيان وطيب، وان شاء الله غادي نوريكم طريقه تعمر المخيمرات. بعد ما كطيب لنا الحشوه ديالنا، ها هي كطيب، كنديروا ليها الربيع، كنديروا الربيع ديالنا، كنخليه هو اخر حاجه كنديروها هي الربيع، كنخلطوا الحشوه مزيان، وكنبداو كنعمرو، كنقطعو العجينه ديالنا هكذا، المخيمرات ديالنا كنقطعوهم
وكنبداو كنقرصو ان شاء الله وكنديرو الحشوه. تابعوا معايا الطريقه ان شاء الله. دابا البنات غادي نبداو كنقرصو في نقرصو في هذا في العجينه. كنعمرو الحشوة نديرو الحشوة ديالنا. بعد ملي كنعمروها كنجمعو ليها قنيتات بحال هكذا. كيف ما كتشوفوا هكا نجمعوه مزيان ونديروا لها هكذا. شفتوها ها هي. كنديروا نفس الطريقه الاخرى. نفس الطريقه ثاني كنجمعوا ليها القنيتات هكذا من الجناب. مزيان هكذا. ونحطوها حتى ترخى شويه ونقرصوها. غنستمروا على هذه الطريقه حتى كنساليوهم ان شاء الله كاملين البنات. بالنسبه للحشوه اللي درنا باش ما بغيتو ديروها تعمروها عمروها. الا بغيتو تزيدو فيها الكفته زيدوها، بغيتو ديرو الطون ديرو، بغيتو ديرو صدر الدجاج، اي حاجه لكم واسع الاختيار. انا درتها طبيعيه ودرتها عاديه باش يعني الانسان يدير داكشي اللي عنده في الثلاجه وما يوحلش، تجي سهله. واللي بغى يدير اي حاجه يضيفها ليها يضيفها، ضيفو كفته، ضيفو طون، ضيفو صدر دجاج، صدر بيبي، اللي عندكم اللي بغيتو، لكم واسع الاختيار. كتبقى الحشوه لا بغيتو تضيفو اي شيء ممكن تضيفوه. وهذه هي الطريقه الرئيسيه وهذه هي الطريقه. وكنوصلوا هكذا حتى الاخير. ومن بعد تبعوا معايا ان شاء الله ملي يطيبوا غنوريكم كي طلعوا. النتيجه النهائيه ديال البطيطات المخيمرات ديالنا اللي صوبنا هي هذه. كنتمنى يعجبوكم وتجربوهم، كيجيو زوينين كيجيو رائعين. نفتح لكم تشوفوهم من الداخل كيف كيجيو. كيجيو زوينين وكيجيو رائعين. كتجي الحشوه كيجيو عامرين وكيجيو زوينين الطريقه هانتوما كتشوفوا كيطلعوا. كنتمنى البنات انكم تجربوهم وانكم ان شاء الله جربوهم، كيجيو رائعين على ضمانتي. شكرا لكم على التتبع. كنتمنى اللي ما مشتركش معايا يشترك واللي دعموني بلي لايك. وشكرا لكم جزيلا ومع السلامه. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.